إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الوطنية، وأهلا وسهلا بكم في فقرتنا الحدث الأبرز. بالفعل كما أسلف زميل أحمد يوسف، تنظيم المؤتمر الدولي للشفافية في قطاع الصيد المنعقد اليوم بالعاصمة نواكشوط وبقصر المؤتمرات تحديدا استقطب اهتمام الشارع الموريتاني وتصدر عناوين الصحف المحلية، وبالفعل أصبح الحدث الأبرز لهذا اليوم. ونفتح ملفه على مصراعيه بطبيعة الحال لنناقش أبرز النقاط الواردة في هذا المؤتمر وانعكاساته على الواقع المعيشي للشعب الموريتاني تحديدا، باعتبار طبيعة الحال يعني أن هذا الشعب يعتمد في الأساس على الثروة السمكية كأكبر ذروة داخل البلد. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز في فقرة الحدث الأبرز، رئيس الفريق البرلماني المكلف بالشفافية في قطاع الصيد السيد الشيخ بويا والشيخ ناوى. نرحب به بداية معنا. إذن رئيس الفريق البرلماني المكلف بالصيد والاقتصاد البحري، إذن أهلا وسهلا بك معنا سيد الشيخ بويا. نريد بداية أن نتحدث عن أبرز مخرجات المؤتمر الدولي للشفافية في الصيد. شكرا جزيلا. أولا نشكر قناة وطنية لتحت هذه الفرصة، نختار نقول لأن هذا اللي خلق اليوم يعتبر نتاج لسلسلة إجراءات بدأت من 19 يناير 2015 في نواكشوط، هون يبان التئام ذاك المؤتمر لرفيع المستوى اللي حول الشفافية والتنمية المستديمة في أفريقيا، بمبادرة يبان ذاك بمبادرة من رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي في ذيك الفترة حينها. وفي ذاك المؤتمر اطلق فخامة رئيس الجمهورية انطلاقا من قناعته لأن قطاع الصيد ذروة تحتاج المحافظة عليها للأجيال القادمة، وذروة تحتاج لتسيير المستديم، وتحتاج للحكامة بالتسيير. بداية انطلاق تحضير لهذه المبادرة الدولية في قطاع الصيد، وتم عدة ملتقيات في ألمانيا في بون وفي روما تحضيرا لهذا اليوم اللي التأم اليوم، واللي تميز بحدث أساسي هو انطلاق هاي المبادرة الدولية اللي لنا الشرف لأنها تعود جاية من موريتانيا، مبادرة موريتانية وعربية وإفريقية أولى، ولأن عندنا الشجاعة وعندنا من النظام عنده الشجاعة وعنده من وضوح الرؤية والمحافظة على المستقبل للأجيال وعلى ذروة الأجيال، لأن أمور كاملة تعود عنده الشفاف، ولأن تندار في إطارها الشفافية يعود معيار الشفافية هو أساس للتنمية وهو أداة الاستمرار وأداة المحافظة على ثروات الأجيال المستقبلية. وذي الإطار هو واللي كانت الجهود منصبة على لأن الملتقى الدولي اليوم اللي كان ناجح بمعيار عالي من ناحية الحضور رئاسي، بحضور رئاسة رئيس الدولة الشقيقة السنغال وحضور منظمات دولية شركائنا في التنمية كاملين، البنك الدولي والايفاو والاتحاد الافريقي وجميع شركاء في التنمية، كذلك حضور 20 منظمة غير حكومية دولية، 20 منظمة غير حكومية 15 منها دولية من 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 أنحاء القارات العالم. إذن هذا يعطيه أهمية ويعطيه مكانة خاصة في الحضور والأهمية لدى العالم ولدى الشركاء الدوليين ولدى العالم، لأن موريتانيا نموذج في تقديم المبادرة الشفافية في القطاع اللي هو قطاع الصيد اللي مهم، واللي مهم من ناحية لأنه ثروة متجددة لازم المحافظة عليها والاستمرارية استغلالها، ومهم من ناحية لأنه ميالته يعود يعطي القيمة المضافة، ومهم من ناحية المعلومة
الصحيحه اللي يتجبر فيه في جميع مراحل استغلاله ياك يعود استغلاله شفاف ويعود متاح لتجربه موريتانيا لانها تستفاد منها دول العالم الاخرى ودول الجوار اللي نحن نتقاسموا معاهم ذروه ديناميكيه اللي هي الصيد كيف السنغال وغامبيا وغينا نحن عندنا منتوج نتقاسموه معاهم يجبر هون ويحول في موريتانيا ويمشي ويحول فيهم هما. اذا هذا النموذج اللي تبارك موريتانيا انطلقته اليوم على مستوى الدولي قطعا سيكون له انعكاس ايجابي على 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 على, على شبه المنطقه. اذا روح المبادره يعني تعزى لموريتانيا. نعم المبادره موريتانيا صنف قبلها فخامه رئيس الجمهوريه. كيف قلت لك 2015 يناير بان المؤتمر الدولي للشفافيه والمستدامه اللي ومبادره منه اللي هو اللي عد لك ساعه في نواكشوط تم تجسيدها الى مدى هذه السنه ينين جسدت اليوم بالاعلان الرسمي لانطلاقتها. اذا هي مبادره موريتانيه عربيه افريقيه بجميع المعايير وعلى المستوى الدولي كذلك معناها ان اعلن 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 الرؤيه اللي عند الحكومه والقائمين على الشان بالنسبه للحكامه في تسيير الامور والشفافيه ومحاربه الفساد ومحاربه الرشوه وذيك الامور كامله ومحاربه ذيك المسلكيات اللي غير لائقه الاستقلال مفرط للثروات الطبيعيه بصفه عامه جسدتها اليوم في الثروه الطبيعيه اللي متجدده اللي هي تعتبر ثروه من اهم الثروات داخل البلد. بل اهم ثروه في البلد ويجب المحافظه عليها عن طريق الاليات التي اعتمدها المؤتمرون في 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 طبعا المؤتمر الدولي للشفافيه في قطاع الصيد، يعني الاليات التي اعتمدها المؤتمرون من اجل تكريس الشفافيه في هذا القطاع. الاليات هي المبادره تعتبر اساس لانها فيها ثلاثة اطراف وما شركاء فيها هي الحكومه او الاداره والفاعلين في القطاع والمجتمع المدني الفاعل. الفاعلين في القطاع ذوك سواء خصوصيين يسوى شرائك كبار. اذا هذا المثلث الثلاثي هو المعني لانه يكرس الشفافيه اولا في المعلومات اللي يقدم عن القطاع كلها من جانبه وفي النهايه اللي تعود هذه المبادره اللي تعود التقارير اللي تم تقدم اللي تعود تقارير شفافه مبنيه على معلومات صحيحه وهي اللي تعود فعلا عندها انعكاس ايجابي الى لانها من اساسياتها كذلك هي استمراريه وديمومه هذه الثروه. اذا فم مبادئ سبعه لدى هذه المبادره تبدا اولا باهميه تركيز على معناها استمراريه الصيد وكذلك تركز على الحكامه تسير حكامه لان الدوله هي اللي عندها السلطه وعندها الحكامه على قطاع الصيد وكذلك الفاعلين مشاركه الفاعلين في هذا القطاع مشاركه معتبره بحيث ان ليزاكتر كاملين والفاعلين كلهم مشاركته تعد اهميه معتبره ولا تعد عندها انعكاس معتبر على كذلك. جميل. إذا بالإضافة كذلك إلى الشفافية اللي مهمة في قطاع الصيد من ناحية المسؤولية من ناحية الصيد المسؤول ومن ناحية المعلومات اللي لا يتنعطى على مستوى ذيك لاشين دو فالير اللي لا يتعود عند 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 في قطاع الصيد من 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 قبيض الحوت من الولوج الشفافية في الولوج للمنتوج الشفافية لقبيض المنتوج وحطه هون والشفافية البيع والشفافيه في ذاك اللي يدخل من لانك تعرف عن المياه الموريتانيه في الحقيقه كثير من المعلومات عند الناس اللي تستقل هذه المياه من بواخر
تطلب من 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 لان نعود المعلومات اللي عندنا كامله شفافه، وتطلب لان اي باخره تشتغل في المياه الموريتانيه واي زوارق تشتغل في المياه الموريتانيه واي اله اخرى منتجه في المياه الموريتانيه ميال صعود فم امكانيه الاطلاع على جميل اللي تقبل شنو هو والعينه اللي تقبل شنو هي، لان هذا عنده انعكاس على التسيير ذروه كبيره كبيره، ولانه ملي استقلال مفرط لها يؤدي الى انها لا 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 يتود عندها انعكاسات. اذا هذه الشفافيه لا يتكرس كيف قلنا لا يتكرس التنميه المستديمه لهذه الثروه اللي مهمه، ولا هي تؤد عندها انعكاسات ايجابيه قطعا على القطاع بصفه عامه، لان بديه لان امر شيء كامل شفاف لابد من وجود ايجابي. جميل. وطبعا يعني انعقاد هذا المؤتمر سيكون بشكل سنوي. نعم، انعقاد المؤتمر سيكون بشكل سنوي، وعلى جانب هذا اعلنت هذا الاختيار مولي الشرعي، لان دوله السنغال ودوله اندونيسيا علنوا في هذا المؤتمر انضمامهم لهذه المبادره، تبنيهم لها انضمامهم لها. ولا هي لا يؤد فم دول اخرى غطان عنها لا هي تتبنى، ولا يؤد انعكاسه سنوي. ما فاتنا عرف ارك الدوله اللي لا يؤد فيها السنه الجايه، غير بعد لا يؤد عنده افاق توسعيه، وعنده اهتمام، لان كان المشاركين كلهم استفدنا من تجربته في والله المشاكل اللي يعاني منها القطاع الصيد على مستوى بلده هو، والحلقه اللي راه هو لانها هذه قطعا عنها المبادره لا تؤد ايجابيه لي في اطار تحسين من الشفافيه، من تحسين الحصول على المعلومه اللي هي اساس الشفافيه، المعلومه اللي صحيحه واللي مبنيه على امور صحيحه وامور واضحة. إذا الوقت طبعا انتهى، لم يبقى لي إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى ضيفي العزيز في فقرة الحدث الأبرز السيد الشيخ بويل شيخنا رئيس الفريق البرلماني المكلف بالصيد والاقتصاد البحري. شكرا جزيلا لك. شكرا. نختير تو في النهاية نقول أن هذا 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 هذ مكسب جديد ينضاف إلى المكاسب اللي لدأبت هذه الحكومه وهذه القياده لانها تدير، وهذا جزاه الله رئيس السنغال اعترف به، حتى لانه ما هو في جانب محافظه على الثروه وحدها ومحافظه على لانها هذه المبادره لا هي تحد من مشاكل التغذيه العالميه به، اللي لا يعود هذا المنتوج اللي هو اساس يتغذى عليه العالم كامل معروف له شيء. وكذلك جانب الامن بمفهوم العام، باللي الامن ينقال الامن الغذائي وينقال الامن المعيشي وينقال الامن بمفهومه الواسع. اذا تاتي هذه المبادره في اطار تكريس والمحافظه على الامن للشعوب العالم، وفعلا من اولهم الشعب الموريتاني اللي هو صاحب المبادره من خلال قيادته اللي تلصقتها واللي تمثل في خاطر رئيس الجمهوريه محمد عبد العزيز. اذا شكرا شاكركم. شكرا جزيلا سيد الشيخ بويا. طبعا الشكر موصول للمشاهدين على حسن الاصغاء والمتابعه. لم يتبقى لي الا نتحول الى زميلي احمد يوسف لتكمله بقيه فقرات مسائيتنا لهذه الليله.